السلام عليكم متتبعين قناة ارطابي، مرحبا بكم في فيديو جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد. اخوان السلام عليكم خويا مراد. بعدا دير بخير، مرحبا بكم، ما حالكم؟ هذا اليوم يعني سولد او في لي طابي اوريجينال ديال الزربيه التركيه والبلجيكيه، دونك غيكونوا دي طابي لي في لا تيكستور كيجيو شارجي فيهم واحد العفطه مزيانه، وغيكونوا دي طابي او ميم طون اللي كيجيو التكستور ديال فيسكوس. حنا كندويو على الاوريجينال ديما يعني، وديال السيجورات المترو 60 32 3 على 2 2 على 2 ونص 2 على 3 ونص، وكندويو على واحد الشعره اللي راه ما كايناش يعني في السوق كيف ما كنقولوا. شو 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 لا تكستور ديال الزربيه كي دايره، يعني الديزاينات اي شكل بغيتي غتلقاه. بالنسبه لي سيجور صغار ديال مترو 20 على 2 ولا مترو 40 على 2.50، بالنسبه ل 2.40 ولا الجونس على 3.5 في الفيرزاتشي اللي ما فيهاش الدوغي. بالنسبه لهاد الديزاينات والشكالات كاينين هاد الموديلات حتى هما كيخرجوا بهم 3 بياس الكولوارات، وكندوي على شي حاجه روعه يعني لونتروتيان والديزاين والعفطه ولونتي دي غابون ميم طون. دونك لي كاليتي اللي كاينين راه كثير يعني بالنسبه للديزاينات والشكالات اللي عند اخ طابي، يعني راه وعق صراحه. ما تبخلوش عندنا بالشراكات، راه كل موديل كنوريه لكم في الاوني. الناس اللي كيسولوا على لي طابي ديال البلجيك، هادو راه شارجي واحد البيسيغ واعره فيهم. دونك الديزاينات شو البيسيغ ديال الزربيه شحال فيها تبارك الله، شو الخيط ديالها تلاش. دونك الناس اللي كيحبدوا هاد الموديلات فراه هما موجودين عندنا حتى في لا تيكستور ديال الدوغي والهي، يعني كيجي هذا المشعر الاسبيل اوريجينال شو يعني كيجي هنا شارجي. وكاين هاد الطابي هادي اللي فيها جوج قياسات، كاين هاد القياس ديال 2.5 على 3، وكاين قياس اخر ديال يعني القياس الثاني هو 2.40 على 2.40. دونك هاد الكوير هذا اوريجينال، يعني شو كيدير ما كيتقشر ما والو، كندوي على كوير اوريجينال ماشي يعني شي تكستي اخرى. وشو لا ماتيغ باش مخدومه الطابي تبارك الله، كاين هاد الفاغ غازوني حتى هو، وكاينين دوطخ موديل اللي موجودين عندنا في الطوباس كيف ما كتشوف. بالنسبه لهاد الكري هذا طوباس تبارك الله، شو كي كيجي يعني في الغفله ديالو كيعطي واحد ليميغ واعره، وهنا كيعطي يعني شارجي العفطه ديالو شي حاجه زوينه. كاين هاد الموديل هذا حتى هو، دونك هاد الموديلات كاملين كيجيو يعني روعه. وكاينين دي طابيت سيجور، كاين هاد الكانيش هذا اللي شارجي كتجي في البلون، والطوباس في البلون حتى هي. كندوي على الاوريجينال ديما، والقياس ديال 2.40 اللي دوينا عليه الاخر حتى هو ها هو موجود. بالنسبه لي تكستور ديال لي طابي اللي عندنا، حنا راه كندويو على يعني عقده شارجي، قول الجوط باش تقيسو من هنا لداخل راه ما غتقيسوش. دونك واخا تبقى تقلب عليه بحال هكا باش تمس الدار ديال الزربيه ما غتوصلش ليه، علاش؟ حيت الكاليتي سوبر. كندويو على ديزاينات وشكالات راه اللهم بارك. دونك هادو راه ديال 700 درهم المترو، الناس اللي كيعرفوا في الزربيه يعني عندهم واحد يعني معلومات على الزربيه، هادو راه ديال 700 درهم. دونك شو الطابي كيديرها، هي شارجي او ميم طون في البيسيغ، العقده ديالها شارجي وطويها كيما بغيتي، يعني هذاك الشيء ديال الايراني تبارك الله. واللي عندنا هنايا شو الزربيه كيديرها، يعني اللي بغى شي قياس مرحبا به في هاد الموديلات هادو. بالنسبه لهادي راه فيها مترو 20 على 2.5، مترو 20 على 2.5 اللي بغاها غتبقى لي بواحد الثمن زويون. وهنا نوريكم هاد 3 بياس هادو تبارك الله، راه وازنين واخا تشوفوهم 3 البياسات ديال 6 مترو 20، ولاني سولوني على الكاليتي ديال الطابي كي دايره. دونك هاد 3 بياس هادو كيجيو في العقده ديالهم وفي لونتروتيا ديالهم يعني كثر من هاد الطابي اللي وريتكم دابا. دونك هنا غادي نعرفوا علاش كندويو. دونك شو هنايا البيسيغ ديال الطابي، كنجي نورك بصبعي باش نمس الجوط الدار باش نوصل لهاد الدار، هذا راه ما كنوصلش ليه، راه كاينه شي تبارك الله هنا شي مليون في العقده ديالها، شي حاجه روعه يعني بالنسبه للتكستور والديزاين ديال الزربيه. كندويو على موديلات اللي تبارك الله ساوين ديال 1200 درهم المتر كاري. بين اخويا مراد غير من الطيحه ديال الزربيه كيفاش كطيح تبارك الله، راه باينه الكاليتي ديالها ما شاء الله. بالنسبه للموديلات راه كثار كيف ما قلنا، نذكروا الاخوان ديالنا بهذا الموديل هذا اللي فيه
في هذا القياس هذا اللي غتشوفوا معايا. تبارك الله الطابي هذه سيجور شو كي دايره. دونك هاد الطابي سيجور فيها 42 على 42، اللي بغى هاد القياس هذا غيبقى ليه غير ب 1500 درهم عوض 3000 درهم، نص ديال الثمن ديال الزربيه. هنا كندوي على واحد الزربيه اللي ما كايناش في المحلات اصلا، دونك كاينه غير عند اخ طابي. وكنسول دي وقت شو كي دايره في هذا، والشعره ديالها هنا راه شد كيف ما بغيتي وجر والو ما كت يعني الاسبي الاوريجينال ولا تيكستور المزيانه. فمرحبا بالجميع اللي بغى شي قياس ولا شي موديل، مرحبا به، ما عليه الا ياخذ سكرين ديال الموديل اللي عجبو يبارطاجي لنا عبر الواتساب. مرحبا بكم. بالنسبه لعاوتاني لهذا الموديل هذا غتكون في واحد البروموسيون زوينه، العبار ديالو متر وربعين على جوج متر. اخوان غير صولد هذا العبار هذا متر وربعين على جوج، غيبقى لكم الثمن ديالو غير ب 600 درهم، متر وربعين على جوج. كاين عاوتاني لي موديل اللي كيكونوا بحال هكا فيهم دو بياس. هنا كنهضروا على الشعره ديال الفوطه، كتكون الشعره ديالها فوطه. الا قربتي معنا وشفتي الكاليتي ما شاء الله، قرب عندي هنا وشوف لي لا كاليتي كي دايره، رطوبيه. هادو فيهم دو بياس بحال هكا كيجيو فيهم 80 على متر و50 دو بياس، والثمن غيكون بروموسيون غنديروا لكم فيهم 550 درهم دو بياس، العبار الطايل كبيره 80 على متر ونص عوض 750 درهم. كاين عاوتاني فيهم اللي فيهم 60 متر و20، هادو 60 على متر و20 باش كريم. ها الشعره ديالو رطوبيه ما شاء الله، الطابي زوينه بزاف. ويبقى لكم الثمن ديال هاد 60 متر و20 دو بياس غير 400 درهم، والتوصيل للمدن كاملين كيبقى ب 20 درهم بالنسبه لهذا التوصيل. كاين عاوتاني هاد الموديل هذا كيجي بحال هكا هذا السيل، هذا في متر و40 على جوج، وهذه الثمن ديالها الاخوان اللي كانت كدير 1100 درهم غتبقى لكم دابا حاليا ديال بلجيكا غيب 650 درهم. شو الطابي ما شاء الله كديرة، شو لي بيسوغ، الشعره ديالها متينه كتجي بحال هكا، ما كتسورجاش من هنا، ما كيكونش فيهم السورج. الطابي ديال بلجيكا دائما ما كيكونش فيهم هنا السورج ديال بلجيكا. والثمن ديالها 650 درهم عوض 1100 درهم. كاين عاوتاني الطابي اللي غتكون في هذا الموديل هذا، هادي فيها العبار ديال متر وربعين على جوج متر، تبارك الله لاكاليتي ديالها زوينه بزاف ورائعه. والثمن الاخوان غير همزه، غيبقى الثمن ديال هذا الموديل هذا كان كيدير 450 درهم المترو، غيبقى لكم الاخوان الثمن ديالو في البروموسيون غير 800 درهم، متر وربعين على جوج، ولي بيسوغ ديالها متينه بزاف ورائعه. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا اللي غيجي بهاد لاكاليتي هادي، غنوريكم بالنسبة لبلدي اللي كيجي رائع زوين. هذا الموديل الأول على بركة الله، هذا كيجي بالباج والدوري تبارك الله، لقى إقبال كبير والبيع ديالو ما شاء الله يعني، ولي بيسوغ والمسائل راه تبارك الله. بالنسبة للعبارات راه متوفرين فيه، اللي بغا فيه شي قياس راه موجود حاليا، العبارات كاملين باقي موجودين. بالنسبه للبخي ديال هذا الموديل هذا كيبقى لكم 300 درهم المتر كاري، وها الشعره ديالو. كنهضروا على لي طابي الاوريجينال، ما كندويش على داكشي اللي كيكون في السوق، الزربيه كتكون متينه اخوان. نذكركم بواحد الحاجه اللي هي مهمه، يعني خص الكليان ديالنا يعرفوها، راه كيعرفوها بطبيعه الحال الكليان اللي كيتقداو عندنا. بالنسبه لهذ الموديلات اللي كنبارطاجيو معكم راه كيتباعوا ب 450 درهم المتر، 430 درهم متر، يعني في هذا في لا بروموسيون ديالو كيكونوا 430 درهم. بالنسبه للكاليتي ديال الطابي يعني حرش، وديك الساعه عاد يعني جي قيس الطابي عرف علاش كندويو، وديك الساعه عاد يعني تواصل معنا. فرا الكاليتي ديال الطابي راه كدوي على راسها، يعني كنقولوا شي حاجه اللي صوره وصوت كتوصلوا بها الكليان وكيعطيونا الشكر ديالهم. فالشوفه ديال العين كما كنذكركم ديما راه احسن من يعني الشوفه ديال التليفون، واخا يكون التليفون يعني الصوره ديالو واضحه. شو تبارك الله الديزاينات والشكالات. بالنسبه للقياسات في الموديل الاول ولا الثاني، حاول اي كليان يعني الاخوان سولونا على الموديلات، يعني كل موديل يعني بغيتي شي قياس فيه
مرحبا، عطينا الكيستيون ديالك في الواتساب وغتلقى يعني لا ريبونس بالنسبه للكاليتي. علاش كندويو؟ شو الشعره كي دايره يعني شارجي، يعني واحد البيسيور حتى العفطه ديالها ماشي هذيك اللوميير اللي كتخلي الراماج شاعل بزاف، دونك كتجي سامبل. وشوف لونتروتيان ديالها، مسح لهاد الجيه ولا مسح لهاد الجيه ما كاينش المشكل، يعني دي طابي لي كاليتي واعره، وراه لقاو اقبال كبير لدرجه ان القياسات يعني بداو كينقصوا منهم، وغيدخل لا ريفاج ديالهم عاوتاني، يعني غيكون فيهم الجديد عاوتاني في القياسات كاملين. فحاولوا يعني تاخذوا السكرين ديال الموديل اللي عجبكم وتبارطاجيو لينا عبر الواتساب. كاين واحد ضروري كيف قال خويا مراد، هذا الموديل هذا غيكون السويفي ديالو والعبارات غيكونوا عاوتاني حتى 6 متر و 7 متر ديالو ان شاء الله حتى هي داخله. واحد القضيه الاخوان، راه الناس اللي تقداو هاد الموديلات هادو بالضبط، حاولوا تخليو لي كومونتير ديالكم للكليان اللي باقي ما تقداش باش يعرف جودة ديال الزربيه والمسائل، راه تقداتهم واحد القنوات اللي كانت هما كيكونوا كبار بحال الاخت زكيه اللي في اكادير، او زكيه لاله العروسه، وكاينه السيده ام كامل، يعني كانوا تقداو ملي دخلتوا لي باج ديالهم راه تلقاو تلقاو لي طابي يعني مفرشين في الصالونات عندهم. دونك هاد لي طابي علاش كندويو؟ الناس خداوهم يعني كاليتي واعره. حاولوا تشوفوا اليوتيوب وتفحصوا يعني الناس اللي خداوهم، يعني الناس اللي عندهم مرجعيه واعره في الزربيه كيعرفوا في الزربيه. دونك هنا كندويو على دي كاليتي اللي بالنسبه اللي عنده صالون في الكري، هاد الطابي ديالو فيها 3 على 2، هادي اون بروموسيون. كندويو على الزربيه، الا درنا المقارنه مع لي زوتغ طابي راه غتلقاو هاد الكاليتي هادي ماشي بحال لي زوتغ كاليتي. هنا كندويو على بومبو اوريجينال، يعني طابي لي في لونتروتيان مسح هوك وهوك. كندويو بارفوا كنقول لكم واحد الطابي راه خصك تمشي مع لا تيكستيغ ديالها وتمسحها، مي هادو كيف ما شطبتي الطابية كتبقى مزيانة. دونك هنا كندويو على الكاليتي الاوريجينال. فمرحبا بالجميع اللي بغا شي قياس في هاد الموديل هذا، فيه قياس واحد يعني فيه 3 على 2، اللي بغا تبقى لي ب 1200 درهم الثمن ديال البروموسيون وسهلة في لونتروتيان. 1200 درهم، هي اللي كانت ب 1800، 1200 درهم. انا راه كندويو يعني على الموديلات اللي اصلية، ماشي الموديلات اللي كوبي ولا هذا، اي طابي جبدنا لكم فراه هي اصليه. هذه هي ديال واش هذا رخا ولا دوخا؟ يعني في الاوريجينال. فمرحبا بالجميع، ما تبخلوش عندنا في الاشتراكات. شوف تبارك الله الزربيه كي دايره، هادشي راه بلا تيكيتا بلا والو، يعني بلا ما يقول لك شي واحد راه عطيني التيكيتا ديال الطابي ولا هذا. الاوريجينال راه كيبان من اللمعه ديالو من الصوره ديالو. فلي طابي يعني اللي كيجيو في الصنع المغربي راه كيكونوا واضحين يعني، وكيكونوا باينين يعني الكاليتي ديال الطابي كتكون كيف ما كيقولوا باينه. فهاد الكاليتي اللي كندويو على الخيط ديال الزربيه باش يعرفوا لي كليون ديالنا. هنا شو هاد الرماج ديال الدوغيره منه في الزربيه، شو تبارك الله كيدير، يعني هذيك اللوميير اللي كتكون هادو كتكون الشطيبه ديالهم في هاد لوسونس هذا، والكاليتي ديالها بامبو ما كتبانش فيها العفطه، وكتخرج اي صالون وفيها واحد لا بروموسيون واعره، يعني واحد البروموسيون سوبر اللي بغى يستافد من هذا العرض. المتر كاري 230 درهم، واللي غياخذ عندنا طابي ديال 3 على 4 القياس ديال 3 على 4 بالضبط غيبقى لي غير ب 2650 درهم عوض 3000 درهم، يعني ناقصه فيه 7000 ريال من لا بروموسيون. دونك اللي بغى يستافد من العرض هذا فالعرض محدود حتى لا سومين بروشين ان شاء الله. حاولوا ديروا لنا لي زابيل في واتساب. بالنسبه للمقر ديالنا فين كتواجدوا؟ كتواجدوا في الولفه حدا المارشي وتيران ملعب الولفه. الارقام ديال التليفون هما على الشاشه بجوج، كاين جوج الارقام. اللي بغى يتواصل معنا دخل الواتساب، صورتي الموديل صيفطوا لنا في الواتساب بحال هكا قول لنا العبار اللي خاصك، حنا كنديروا التوصيل لجميع المدن، والتوصيل غير 20 درهم يعني لاي مدينه فما كنتي. فمرحبا بالجميع، ما تبخلوش عندنا في الاشتراكات. بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لنا لي سيجور ديالهم كنعطيهم 5 سيجورات ولا 6 اللي كيشبهوا السيجور ديالهم معاهم لي طابي ديالهم. دونك كتكون واحد لاميليوراسيون ونيفو ديال الصوره ديال السيجور وديال كياخذ الكليان معلومات اضافيه، يعني كثار من هادشي اللي كنوضحوه هنايا، يعني كيكون هذاك الشيء لي ديتاي ديال لي ديتاي. فمرحبا بكم، مرحبا بالجميع.